أصحاب المصالح كجزء من خطة الدعم الاقتصادي لمساعدة المصالح التجارية التي تضررت إثر أزمة كورونا، أنتم تستحقون تخفيض بنسبة 95% من ضريبة الأرنونة. لا تفوتوا الفرصة في حال تضرر مدخولكم بنسبة 60% وما فوق خلال شهرين معينين مقارنة مع السنة السابقة، وحصلتم على منحة مشاركة في المصروفات الثابتة من قبل سلطة الضرائب، فأنتم تستحقون هذا التخفيض. بالإضافة لذلك، إذا تضررت مصلحتكم في أشهر سبتمبر أكتوبر في فترة الإغلاق بنسبة تفوق 25%، ستحصلون على إعفاء كامل من ضريبة الأرنونة للأشهر نوفمبر ديسمبر من نفس العام. ماذا يجب عليكم أن تفعلوا؟ تقديم طلب التخفيض بواسطة نموذج إلكتروني من خلال موقع وكالة المصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة. إذا كانت المصلحة تستوفي شروط الاستحقاق، سيتم تحويل الطلب للسلطة المحلية، وهي ستمنح التخفيض لمصلحتكم. ما هي شروط استحقاق المساعدة بالتمويل؟ المصالح التجارية التي لديها دورة مالية سنوية حتى 200 مليون شيكل وأثبتوا تضرر بنسبة 60% في مدخولاتهم مقارنة مع نفس الفترة من السنة السابقة. المصالح التجارية التي لديها دورة مالية سنوية حتى 400 مليون شيكل وأثبتوا تضرر بنسبة 80% في مدخولاتهم مقارنة مع نفس الفترة من السنة السابقة. نلفت انتباهكم، التخفيض فقط عن العقارات التي تشغلها المصلحة وتدفع عليها ضريبة أرنونة لغير السكن. ادخلوا الآن إلى موقعنا، اطلعوا على جميع التفاصيل وشروط الخطة، عبئوا النموذج، وهذا هو المال بطريقه إليكم. وكالة المصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة، وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانياً.